بلدة سكر نبتة نحلة ثلاثة سكر نبتة كاستياخو و دابا غادي نباتو فيها اليوم. دخلنا غير باش نرتاحو ندوشو اللي بغا يدوش يدوش، اللي بغا يقاد شي حاجه يقادها، اللي بغا يبدل يبدل. وغادي نخرجو ان شاء الله باش نتقداو داكشي اللي غنتقداو، ومن بعد عاد باش نتلاجا شلاتي، عاد باش ان شاء الله نجيو غنباتو هنايا. يا بخي من بعد غادي نشدو ان شاء الله الصباح ونقدروا نعاودو نرجعو لهاد السوق هذا، كيقولوا السوق برا شي حاجه بحال هكا. وغنتقداو غادي نشدو الطريق ان شاء الله بغينا نمشيو للاقشور والشاوين، المهم راكم عارفين. وانت ما عرفتش الصراحه الفلوق كيفاش يخرج، المهم الفلوق هذا دابا ديال الفنادق مارتي المضيق، هاد النواحي كاملين تطوان. ومن بعد عاد نشوفو ديك الساعه فين غنشدو الطريق ونتوما غنكونو خارجين باش نتقداو. راه نديكم معايا نصور الاجواء. المهم الدار اللي كرينا هي هادي، فيها صالون بحال هكا، صالون محلول. صبرتي لا تسيليو الجواك ديالنا والكارطاب ديالنا تما. هنا كاينه التلفزيون بحال هكا، هنايا الباب ديال الفصيل فاش دخلنا. صافي جبنا معنا شي ديال السيرك لينا هنا السيجور بي بابي ديال سيليا، وهنا سيليا هي وبابا جالسين. هادي في لاشومبر الكبيره لا فاليز ديالنا. وهكا كاين بيت واحد اخر فيه جوج ديال النماسيات. صراحة كلشي نقي كلشي متول، وجبت انا جبت كنجيب هكا المنطاد ديالي، فرشت هذه لسيليا وباقي خصني نفرش لينا حنايا. كنجيب المنطاد ديالي نقيين، والصراحة لقينا كلشي نقي، كلشي كلشي نقي. هنا القريعه ديال سيليا حطيتها لها. كنطلع على داك السوق ديال كاستياخو هنايا، راه يلا بدات كتعمر الدنيا. فاش جينا حنا كانت الدنيا خاويه، وخلاص حتى الغدا في الصباح عاد باش غيحل هذا السوق هذا المركزي ديال الفنادق، هو اللي حنا كنتقداو منه، هذا هو اللي جايين على قبله. مي اليوم غنتقداو داكشي اللي خاصنا من هنايا لداخل في المحلات، لهاد الجهه كاينين المحلات. وغنخرجكم معايا مخلياش الشرجم هكا باش يتفوه. صافي هاد البيت هذا راه كبير تبارك الله، باقي شايط فيه ليسباس. هنايا كاين الدوش، دوش بسميتو بشوفو ديال الضو فوالا نقي زويون، كلشي نقي الصراحة. انا راه كنطفي الضو بحال في داري، انا ما كن بالنسبة لنقاو وسميتو بالنسبة لنقاو الاقتصاد بحال في داري. هنايا لا كويزين فيها الماينات اللي كتحتاجو، صافي دوك القرعة ديال الماء اللي حطيتهم. هنايا التلاجة صافي، وهنايا واحد لاكور صغيور. انا راه ملي كنكون مسافره ما كندير والو وجهي، حتى كنغسل وجهي وكنرطبو بديك بديك البوماده ديال هيمالايا. صافي هادشي اللي كندير، ما كندير حتى شي حاجه، شعري كنشطو عادي وصافي، وكنمشي هكايا مصفره ما عندي ما ندير، لان مع الصفر داك الشيء كنعيا وكنعرق وما خصنيش ب هيا سيسي شوفي شنو لابسه بيانفوني فنيدق. قولي فنيدق، قولي فنيدق فنيدق. ايوا المهم كيف ما قلت لكم، انا راه كنبقى بحال هكا، يا ما كنسوق حتى شي حاجه حيت جايين مساريين ونتقداو داكشي وصافي، ما غاديش نسوق، نبقى نقاد في وجهي. وهذا حدي كنرطب البشره ديالي، راكم عارفين اصلا انا بشرتي الله يبارك ما شاء الله نقيق. يا شو حدي كنغسل وجهي بالصابون وكنرطب وصافي، ما كنسوقش للزواق، الزواق يطير يطير ولو يكون في القصدير. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا. كنتسناو غير واحد شويه يبرد الحال، لان الشميشه تبارك الله ما شاء الله. وغنهبطو نتقداو داكشي اللي غنتقداو، نضربو دويرة نشوفو شنو كاين.
حتى الغدا ان شاء الله في الصباح عاد نخرجوا ندخلوا للسوق الا كان محلو، حيت كيحل مع 8 الصباح باش من تما نتغداو داكشي اللي بغينا ونخرجوا ونشدوا الطريق. ما عرفتش الصراحه الوجهه فين، واش اقشور واش شاون واش 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 بزاف ديال علامه استفهام. انا ملي كنكون مسافره انا وعادل ما كنبغيش نسولو وما كنبغيش نفرض عليه ولا نقول ليه شي حاجه، مثلا نقول ليه لا تجيني هنا ولا كنخليه، والبلايص اللي كيديني لهم سبحان الله العظيم تيعجبوني، ما كنبقاش نحكر عليه وكيعجبني الحال. اما الا حكرت عليه ما كتكونش الخرجه زوينه، كنخليه على خاطرو وكيدير لي داكشي اللي انا اصلا في بالي. سيدي كنت حنقص اتحطط كنت غطيحي بنتي تشيك سيليا دير الحيحه دير الحيحه عارفه راسها شنو دايره. شنو تقول لكم اشري تزيدوا شريو ليا تدير ليا في الكخطاب هما الزوليات الساقطه بحال عزيز عليك شوف بشحال مشينا للدار مشينا للدار جوج مرات كنتقداو كنحطو كنعاود نرجعو بالحق الاثمنه تبدلو ما بقاوش بحال شحال هادي اخر مره جينا حنايا كنا قبل ما تزاد عندنا سيليا كان الاثمنه زوينه الصراحه كنا تقدينا مزيان، مي هاد المره هادي ما
الاثمنه شويه زايده ماشي بحال المره اللي فاتت. ايوا صافي وها هما سيدي طالعين ولو الاثمنه بحال عندنا في الداخل يعني كانه شيء لم يقع بحال جاي مساري وليت انا دابا منيش بحال هكا قلت لي غنولي نفضل جهه الخميسات سيخ انا الخميسات بالنسبه لي انا وليت نفضل شي هاد الخميسات حيت الخميسات الصراحه كنمشيو كنتقداو داكشي رخيص زوين خميسات مكناس قنيطره يا سلام صراحه وليت دابا كنفضل هادوك شويه احسن من هنايا. ايوا هادشي اللي كنمنيش فهاد الاثمنه هادو والله الا سي من حدا قنيطره والله العظيم صراحه هاد المره جاتنا شويه الاثمنه زايدين بزاف يعني تقريبا نفس الاثمنه اللي كتلقى في الحانوت هنا في الداخل ولا في لي سوبر مارشي هما اللي كاينين. صافي باي 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 باي. خصني نخلي البلاصتين نقيه كيف ما كنقولوا هنايا شي حاجات اللي تسخرناهم باقي شي حاجه تما ضروري نجمعو ندير شويه الطيبات والحوايج اللي نلبسو وصافي. قال لي عادي يا ريت الناس كاملين بحال كيخليو الدار نقيه كره شي واحد كل خرج وخلاها قلت له ما نقدرش نرغدع فيا انا وكنشطب. المهم اختي الدويره دوزنا فيها ما قسم الله راه خلينا كتشقشق نقيه شطبنا قدينا كل شيء هانتوما كلشي رديناه حسن من الاول كاع كيف ما لقيناها نقيه خليناها نقيه كلشي هو هذا كلشي مصايب كلشي نقيناه وقديناه كلشي رديناه بحال اللي لقيناها واحسن وزينه حتى هي كلشي رديناه هو هذاك باش هكا بنادم ماشي الله ينعل عليه يخلي بلاصتو نقيه تخليها فركوس صافي هنا السيجور تاع هو وانا انا